مساء الخير. اليوم سويت تشيز باي، هو اعتقد قرص يقولون مع الجبن، هواية سهلة مثل ما اسوي البورك، هم نفس الشي. اشتريت هذول الدينر رولز من والمارت وخليتهم، طلعتهم من الفريزر فترة ساعات وبديت بيهم. اول شي حطيت كوبين مع المكسيكان تشيز وكوبين مع الموتزاريلا تشيز، وحطيت كوب واحد مع الفيتا تشيز. هنا انا هم استعملت بصل اخضر وواحد هالابينيو والحار، وخوختهم كلهم مع بعض، وحطيت دهن بالبان مالي وبديت استعمل العجينة. فتحتها هيجي ولما تحط التشيز ميكس دي فوق مثل ما اسوي البورك، هذا هم نفس الشي، بس حطيت بيهم هالابينيوز شوية تطلع الحرارة. وورا ما حطيت الجبن فوقاتهم، دست عليهم حتى الجبن لا يطلع. هسا تشوفون يعني هيجي حتى هم ينفتح العجين. هواية سهلة وهواية طيبة، جربوها. وحطيتها بالأوفن حوالي 17 إلى 19 دقيقة 350 دقيقة، يطلع هيجي لونها. إذا تردوها بعد مكسبة حطوها في 20 دقيقة. أنا ما يعجبني أكل هواية مكسب، فهيجي طلع يمي لونها جنن والطعم هواية طيب. الدينر رولز اللي أشتريها من والمارت أعتقد تجي 38 وحدة بالتشيز. فإذا ما عندكم وقت تسوون عجينة اشتروا، والمنظر هواية حلو، وإن شاء الله تجربوها. وألف عافية.